السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم سوف نصحح تمارين الخاصة بدرس التناسبية الجزء الأول صفحة 107. إذا دائما مع الدروس الرياضية الخاصة بالمستوى الخامس من التعليم الابتدائي. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: من بين الجداول التالية جدول واحد أعداده غير متناسبة، حدده وتحقق من ذلك، ثم أكمل جدولين اللذين أعدادهما متناسبة. يعني في هذه الجداول الثلاثة أحد هذه الجداول لا يمثل جدول تناسبي، يعني أعداده غير دون متناسب. عرق. الجدول الأول كنلاحظ بأن عندي 24 12 20 10، كنلاحظ بأنني يعني 12 إذا ضربتها في 2 24، 10 في 2 20، إذن هنا كاين تناسبية. الجدول الموالي عندي 4 8 12 24، 12 في 2 24، 8 في 2 أو 4 في 2 8، هنا كاين التناسبية، وبالتالي يكون الجدول هو هذا الجدول. حتى نتأكد من ذلك سوف نقسم 6 على 4، هي 3 على 2 هي 1.5، بينما 5 نقسمه على 3 تعطينا 1.6، يعني هذا الجدول لا يمثل جدول تناسبية. الجدولين يمثلان جدول تناسبية، مطلوب مني أن أتمم ملء الجدولين. إذا كنلاحظ بأنني هنا كنضرب في 2 والعكس كنقسم على 2، هنا كنزل بالضرب في 2 وكنصعد قسم على 2. إذن 6 في 2 12، 16 نقسم على 2 8، 24 على 2 14، 16 في 2 32. هنا 6 قسمة 2 3، 9 قسمة 2 4.5، 10 في 2 20، 28 في 2 56. إذن هذا بالنسبة لإثنان، العدد اللي كنضرب فيه يعني صعودا وكنقسم هنا نزولا. هنا كنضرب نزولا من السطر الاول للسطر الثاني وكنقسم صعودا من السطر الثاني للسطر الاول، يمثل معامل التناسبيه. نمر للتمرين الثاني. تستهلك سياره 6 لترات من البنزين في كل 100 كيلومتر، لاحظ ثم اكمل جدول. اذا المعلومه عندي 6 لترات تستهلك في 100 كيلومتر. في الجدول عندي المسافات 10 50 100 150 200 250 300 كيلومتر. اذا هذه المسافات خاصني نملأ الجدول بالاستهلاك بحيث تكون يعني المسافه متناسبه مع الاستهلاك. المعلومه التي اعرفها بان في 100 كيلومتر تستهلك السياره 6 لترات، اذا هنا 100 كيلومتر تستهلك السياره 6 لترات. الان لكي املأ الجدول نلاحظ بان مثلا 150 قسمت على 2 هنا تكون 3، مثلا بما أن عندي 50 3 100 هي 6، إذا 200 غتكون هي 12، 150 عندي 150 إذا هي 9، أنا عندي 250 200 12 و50 3 15، عندي 300 عندي هنا 200 3 المرات، إذا 6 3 المرات هي 18. بقى لي غير هذا العدد نحاول نتأكد منه. إذا عندي هنا 100 بالعشرة نقسمه على 10، إذا من 6 نقسم على 10 هي 0.6. حنا غادي نحاولو نتأكدو ونبحثو على معامل تناسبية. إذا بالنسبة للبحث على معامل تناسبية غناخدو 6 نقسمو على 100، 6 مفيهاش حتى 100 فيها 0 غندير 0.0 ونضيف 0، 60 كان فيها 100 فيها 0 غندير 0 آخر، إذا 600 كان فيها 100 فيها 6، إذا النتيجة هي 0.06 هو معامل تناسبية. أو لا ممكن مثلا نلقى هذا العدد 0.6 بطريقة أخرى، أقول بأن 100 كيلومتر أستهلك فيها 6 لترات، إذا 10 كيلومتر كم أستهلك فيها؟ كندير 10 في 6 على 100 بطريقة ثلاثية، إذا غتكون النتيجة هي 0.6. أولا نكتب معامل التناسبية، غيكون عندنا 0.06 هنا 0.06 في هذا المكان. هنا يعني كنلاحظوا بأننا نضرب يعني من 10، هنا عندنا الضرب، هنا يكون عندنا قسمة، إذا كنمر من عدد السطر الأول للسطر الثاني بالضرب، لأن 10
0.06 هي 0.6، 50 في 0.06 هي 3، 100 في 0.06 هي 6. إذا أنا عندي الضرب وهنا عندي القسمة. إذا نمر للتمرين رقم 3. تسير سيارة بمعدل 96 كيلومترا في الساعة، لاحظ ثم أكمل الجدول. إذا عندي سيارة، عندي المعلومة بأن تسير ب 96 كيلومتر في ساعة، إذا تقطع المسافة 96 كيلومتر في كل ساعة. مطلوب مني ملء الجدول باعتبار أني بتعتمد التناسبية. أولا أضع المعلومة التي أعرفها بأن في ساعة تقطع السيارة مسافة 96 كيلومتر. إذا 1/2 ساعة هي نصف ساعة، إذا تقطع نفس المسافة عندنا 90/2 45، نزيدو عليها 6/2 3، إذا 3 و45 هي 48. أنا عندي ربع ساعة، يعني هني هذا نقسمو على 4، أو هذا نقسمو على 2، عندنا 48/2 هي 24. هنا ساعة ونصف، إذا ساعة ونصف، إذا نجمع هاد العددين، عندي ساعة وعندي نصف ساعة. إذا 8 زائد 6 14، 14 في دبل واحد، 4 زائد 9 13، 1 14، إذا 144 كيلومتر. أنا عندي هنا ساعة وربع، سبعة ساعة وربع، عندي ساعة 96 والربع هو 24، 4 زائد 6 10، 0 10 في دبل واحد، 2 زائد 9 11، 1 12. قاتلنا الأخيرة ساعة وثلاث أرباع الساعة، يعني ساعتين إلا ربع. إذا عندي ساعتين إلا ربع، يعني ساعتين يعني 96 جوج المرات، 96 زائد 96 عندنا 180 هي 192، خصنا نقصو منها 24. إذا عندنا ساعة 96 زائد ساعة أخرى هي 192، لأن 90 90 180 و66 12، 12 و180 192، يجب أن أطرح منها 24 لي ربع، لأن ساعتين إلا ربع لي ساعة وثلاث أرباع الساعة، يعني ساعتين إلا ربع هي 168. كم تستغرق السيارة من الوقت لقطع مسافة 288 كيلومتر؟ ضع علامة في خانة الجواب الصحيح. الآن سؤال بالعكس، أعطوني المسافة ومن نحدد المدة التي قطع فيها السيارة هذه المسافة. عندي 288، عندي 3 ساعات، ساعتين وربع، ساعتين وربع. هنا تم تكرار نفس التوقيت. كنلاحظ بأن عندي 288، يكتب لي هنا 144، ضربتها في 2 تولي عندي 288. هنا عندي ساعة ونصف، إذا ساعة ونصف 144، ساعة ونصف واحدة أخرى يعني 3 ساعات قطع فيها 288. أن نمر للتمرين الرابع في هذه الصفحة. إذا تقطع دراجة 2.50 متر عندما تدور عجلتها دورة واحدة، لاحظ الجدول ثم أكمل. إذا عندما تدور العجلة دورة واحدة تقطع المسافة بالمتر هي 2.50. مطلوب مني 4 دورات، 20 دورة، 30 دورة، 100 دورة، 300 دورة، 600 دورة، 1000 دورة. إذا عندي واحد، عندنا 4 دورات، إذا هذا غنضربه في 4. إذا خصني نقوم بعملية ديال الحساب. 4 في 0 هادي 0، 4 في 25 نكتب 0 نحتفظ بالاثنان، 4 في 2 8 و2 10، عندي رقمين مور الفاصلة، إذن 10. إذن نكمل التمرين الرابع، قمت بحساب يعني العملية حتى نطيلو الفيديو أكثر. بالنسبة لنا قلنا بأن دورة واحدة تقطع فيها العجلة 2.50 متر، هنا عندي 24، 300، 300، 600، 1000. تلاحظ بأنني 1 ضربت 2.5 ولا 2.50، إذا المحمل التناسبي هو 2.50. في كل مرة غادي نضرب في هذا العدد، 20 2.50 هي 50، 30 في 2.50 75، 100 في 2.50 250، 300 في 2.50 هي 750، 600 في 2.50 1500، و1000 في 2.50 هي 2500.
ان نمروا من المسافه المقطوعه بالمتر الى المسافه المقطوعه بالكيلومتر، يعني نحول هادو الى الكيلومتر. ممكن نستعمل الجدول، ولكن بما ان احنا بغينا نشتغلوا بالتناسبيه نقدر بلا ما نستعمل الجدول. المعلومه اللي كنعرف بان ألف متر تساوي واحد كيلومتر، احنا بغينا دابا نمر من المتر للكيلومتر، يعني غنقسم على ألف. إذا نقدر ننطلقو من هنا، يعني هنا 2500 متر نقسموها على ألف، 2.5 كيلومتر، يعني كيلومترين ونصف. 1500 هي 1.5، 750 هي 0.75 كنقسمو على ألف، 250 0.25، 75 0.075، يعني كنحول الفاصلة بثلاثة الأرقام لأن عندي ثلاثة أصفار، 50 0.05، 10 0.010 أولا واحد، صفر من على اليمين مور فاصلة لا يعتبر، 2.5 نقسمها على ألف، عندنا 0.0025. بهذا نكون قد أنهينا الصفحة 107. إذا نكمل التمارين الخاصة بالتناسب الجزء الأول، صفحة 108. التمرين الخامس الآن غنحاولوا نشتغلوا بالمبيان، لاحظ مبيان ثم أكمل الجدول، لأن التناسبية فيها معامل تناسبية وجدول اللي ممكن نحولوا إلى مبيان. بالنسبة للمبيان في التناسبية تكون على شكل خط مستقيم، ما تكونش خط منحني، خط مستقيم ويمر من أصل المعلم، دائما كيمر من هذا الصفر، ماشي ينطلق من هنا أو من هنا، من الصفر ضروري ويكون مستقيم باش يكون كيمثل مبيان ديال التناسبية. نطلب من الملء الجدول انطلاقا من المبيان. هنا عندنا عدد المقاعد، هنا الثمن بالدرهم، هنا عدد المقاعد 1 2، هنا عندي 10، هنا عندي ثمن التذكرة بالدرهم، يعني هنا المقعد، هنا الثمن. إذا كان عندي مقعد واحد الثمن هو 4، إذا كان عندي مقعدان كندير الإسقاط 8، إلا عندي نكملو مثلا الأعداد اللي عندنا هنا، مثلا كان 3 عندنا 4 و5. بالنسبة لثلاث مقاعد ثمن 12 درهم، إذا كانوا 4 مقاعد ثمن 16 درهم، وإذا كان 5 مقاعد الثمن هو 20 درهم. الآن بقات لي 10، كنلاحظ بأنني 1 مريت 4، 2 مريت 8، 3 مريت 12، 4 مريت 16، 5 مرت إلى 20. يعني كنلاحظ بأنني في كل مرور كنضرب 4، إذا 10 في 4 هي 4. مر للتمرين رقم 6، لاحظ المبيان ثم أجيب عن الأسئلة التالية. كم تستهلك السيارة من البنزين في 100 كيلومتر؟ هنا نتمنى أن نلاحظ عندنا المبيان من 0 إلى 1000، هنا من 0 إلى 64، لأن هنا يكون عندنا المسافة وهنا الاستهلاك، هنا تكون المسافة. إذا في 100 كيلومتر تستهلك 8 لترات من البنزين، إذا عندنا 800 كتستهلك فيها 8. كم لتر من البنزين تستهلك السيارة لقطع مسافة 400 كيلومتر؟ إذا 400 كيلومتر غنحتاجو من غنمشيو ل 400، غنديرو الإسقاط، ننزلو في أسفل، إذا 32 لتر. 250 كيلومتر، هنا 250 غنجيبو النصف، إذا النصف ما بين 16 و24، كنمشي ب8، إذا عندي هنا 4، إذا هنا عندي 20، لأن هنا عندي من 16 ل 24 كنمر ب8، إذا النصف يكون هو 4، إذا 16 زائد 4 هي 20. سؤال جيم، كم عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة ب؟ شحال غتقطع السيارة إلا استهلكت 96 لتر من البنزين أو 56 لتر من البنزين؟ بالنسبة ل 56 عندنا في المبيان، 56 إسقاط غنلقاو 700. الآن 96 ما عنديش في المبيان، إذا يجب أن أبحث عن كيف أحسب. نقدر نلقاو بطريقة أسهل، كنلاحظ بأن 96 عندي 32، 32
فيها 400، إذن 32 في 400 باش نمر من 32 96 نضربوها في 3، 3 في 2 6، 3 في 3 9. إذا بما أن السالك 32 كالسالك 32 لتر في 400 كيلومتر، إذا 96 ضعف 3 المرات، إذا غادي السالك ضعف ديال 400 3 المرات اللي هو أن 400 و 400 و 400 هي 1200 كيلومتر. نمر للتمرين الأخير، سطل الصباغة، يعني كمعلومة موضوعة فوق السطل الخاص بالصباغة، بأن 5 لتر من هذه الصباغة تمكننا من يعني صباغة المساحة ديال 12 متر مربع في كل لتر، كل لتر نقوم بصباغة 12 متر مربع، يعني لتر واحد كيعطيني مساحة ديال 12 متر مربع. هنا عندي مجموعة من الأسئلة، ما هي المساحة التي يمكننا صباغتها بسطلين بلترين ب12 لتر؟ بالنسبة للسطلين، سطل واحد فيه 5 لتر، إذا لتر واحد 12، عندي 5 في 12، 5 في 12 يعني 5 في 10 50، 5 في 12 هي 60، إذا سطل واحد كيعطيني 60 متر مربع بسطلين 120 متر مربع. بالنسبة بلترين، إذا كان لتر كيعطيني 12 متر مربع، لترين يعطيوني 24 متر مربع. الآن سؤال ب 12 لتر، 12 يعني عندي سطل في 5، سطل تاني في 5 ونزيد لترين، إذا هي سطلين يعني فيهم 10، هنا عندي لترين هي 12 هو الجمع، إذا هي 144 متر مربع. كم لتر يلزمنا لصباغة متر مربع واحد؟ كم يلزمنا من سطل لصباغة 60 متر مربع؟ الآن بغينا كم لتر يلزمنا لصباغة متر مربع، لأن ممكن نستغلو بجدول التناسبية. إذا المعلومة التي أعرفها بأن اللتر واحد يمكنه صباغة 12 متر مربع، إذا اللتر واحد كيعطي 12 متر مربع. السؤال كان على متر مربع واحد، بغينا غير متر مربع واحد، حنحتاجو ديال الصباغ، إذا نقدرو نشوفو يعني معامل التناسبية كيفاش كنمرو من 12 لواحد، إذا كنقسمو على 12، إذا من واحد 12 نقسمو على 12، إذا لأنني هنا كنقسم على 12 والعكس كنضرب في 12، إذا هنا أيضا كم سيلزمني لصباغة 60 متر مربع؟ 60 قسمة 12 غتكون هي 5، هنا نديرو واحد مقسوم على 12، نحاول نحسبوها، واحد على 12 إذا فيها صفر، نديرو فاصلة ونضيفو الصفر، 10 كم فيها من 12 أيضا فيها صفر، نضيفو صفر، إذا 100 كم فيها من 12؟ إذا فيها 100 كم فيها من 12؟ فيها 8، 8 في 2 16 تضرب واحد، 8 في 1 8 1 9 هي 96، إذا 0 10 ناقص 6 4، 10 ناقص 10 0، 1 ناقص 1 0، إذا بقات لي 4، 4 كم فيها من 12؟ مفيهاش، غندير 40 كم فيها من 12؟ فيها 3 هي 36، تبقى لي دائما 4، النتيجة هي 0.083 لتر، يعني هذه الكمية التي يحتاجها لطلاء أو صباغة 1 متر مربع. كونوا قد وصلنا إلى النهاية، نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة مع تمارين خاصة بدرس آخر.